للأسف كما دخلت على الأرقام نبدأ بها. الأرقام يلا تفضل، نحن تهمنا الأرقام. أكثر من 4 مليون، أكثر من 4 ملايين مريض سكري في الجزائر. في الجزائر منهم 90% من السكري نوع 2، يعني تاع اللي يجي عند الناس الكبار اللي بدهم على يشربوا دواء فقط من بعد مراها باش يروحوا ل 4 ملايين في الجزائر. هذا الرقم هما الإصابات سنويا ولا عدد المصابين اللي راهم موجودين بمرض عدد الإصابات مرشح للارتفاع؟ للارتفاع. نعطيك مثال فقط، كاين أبوبري 10 ملايين بخي ديابيت، يعني تاع ما قبل السكري، بصح باش نطمنوا الناس ثاني، ماشي اي واحد اللي عنده ما قبل السكري راح يولي عنده مرض تاع السكري، لا لا، ثم يقدر يكون عنده قبل السكري وما يلحقش للسكري لو كان يتاخذ الاجراءات. ماشي اجراءات، نمط غذائي، نمط غذائي صحي لزومو، يعني شويه برك وين يقدر به يتفادى تطور تاع الحاله تاعو، سواء لاطونسيون ولا السكر. باسكو سواء لاطونسيون ولا السكر ولا الكوليسترول ولا هذو كاع، هو في الحقيقه هما مرض واحد اللي جاب مقاومة الأنسولين. كان بزاف ناس ثاني يقول لك طبيب اسكو عندنا لي زاناليز تاع مقاومة الأنسولين؟ لا لا، ما نروحوش بعيد. مقاومة الأنسولين معناتها واحد اللي عنده الدوارة بكل بساطة، تسمى إذا كانت عنده شحم شوية زيادة عنده مقاومة للأنسولين، عنده مقاومة تاع الأنسولين. الحل تاعها واضح، هو أنه ياكل أكل صحي، يبذل مجهود عضلي وهذه